بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله غنصيب واحد العصير ديال الخوخ، وبغيت نشاركه معكم. راه كيجي زوين في المذاق ولذيذ، وكنتمنى يعجبكم إن شاء الله. الخوخ دابا راه كاين موجود ورخيص، هو والشهدية نصايبوه ونديروه في المجمد. وقت ما تشهينا العصير كنجبدو الخوخ ونصايبو العصير ديالنا. هو كي تيجي لذيذ وخطير وصحي في نفس الوقت، وعصير طبيعي بدون مواد حافظة وزوين. دابا راه جا الصيف، بلا ما نشريو العصير ديال الباكيه نصايبوه في الدار حسن. شتي تبارك الله كي تيجي غير في الشكل ديالو كيشهي. في المقادير عندي هنا الخوخ، وعندي هنا هاد المركز ديال الليمون اللي كنت صايبت معاكم، ونسيطرو الماء والسنيده، السكر على حسب الذوق. بسم الله نقي هاد الخوخ، نحيد ليه القشره ديالو، راه كيجي واحد العصير زوين. راه جا الصهد والصيف، دابا وقت الخوخ راه موجود، تقدروا تصايبوه وديروا في المجمد. هذا انا دابا درته غير طري، وغنقطعو بحال هكا. جيبو واحد الطبسي، راه كيجي العصير ديالو زوين ولذيذ. الى جبتوه ديروه في المجمد، راه هو فيه ساعه كيخسر. هذه خاصره، القشره ديالو راه فيه ساعه كتحيد سهله. هتقولوا هادي اي حاجه كتقول ليها سهله. واللي بغى يطحنو بالقشور يطحنو بالقشور ويصفيه، راه ماشي مشكل، وتا القشور راه صحيين. نحيدو ليه هاد العظم ديالو، كيكون عنده العظم كبير. ونستمر بحال هكا تنحيد ليه القشره ديالو كلها، ونرجع معكم. شتي العظم ديالو،
ما عرفتوش كيبان لكم ولا لا، التليفون ما كتبانش ليا. نستمر بحال هكا تنكمل كاع الخوخ اللي عندي ونرجع معكم. ها هو الخوخ من بعد ما قطعته، غنجيب واحد الكاس اللي غندير فيها هذا الخوخ. بسم الله سيب دابا غنزيد عليه واحد جوج معالق ديال السنيده، السكر على حسب الذوق، غنزيد وحده جوج بركه، وغنزيد هاد المركز ديال الليمون. راه غنخلي لكم الرابط ديال هاد المركز في صندوق الوصف، صايبوه توجدوه للصيف ان شاء الله. واخا دابا الليمون غالي، لكن راه الفواكه اخرين راه رخاص بحال الشهديه، الخوخ. الخوخ دابا راه رخيص. دابا غنزيد واحد شويه الماء طيب الطحنيه ونزيد ما تبقى. بسم الله. من سطره الماء راه كيجي خاطر، ولا بغيتو نتوما يجي خفيف راه كتزيدوا الماء وراه كيجي زوين. واللي ما كيعجبوش الخوخ بوحدو راه غيزيد شي فاكهه اخرى، واللي بغى يزيد اناناس راه كيجي مع الخوخ زوين، والليمون راه كيجيو مواتيين. بسم الله. نتوما غتزيدو داكشي اللي بغيتو، الا بغيتو خاطر راه غتزيدو غير شويه. وانا دابا راه كندير نص سطره الماء العصير ديالي من بعد ما طحنته. بسم الله. غنجيب الكيسان، راه ما درتش نص سطره الماء كامل، اشحال بقى فيه؟ بقى فيه واحد شويه. بسم الله. ها هو العصير راه كيجي خاطر. راه كيجي زوين، نصايبوه في الصيف نشربوه، ما نقولوش غير الوليدات. على كاينه شي وحده كطيب في رمضان للوليدات، كنطيبو غير مع الى قرب المغرب عاد كنطيبو للوليدات، ما كنطيبوش في الصباح. الوليدات كنطيبو لهم غير في العشيه، نديروه في الصيف. شتي كي دايجي تبارك الله. وها هو العصير ديالي، وكنتمنى يعجبكم وديروا لي جيم وتشاركوا معايا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وبالصحه والراحه ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والتعاليق ديالكم، ومرحبا بالناس الجداد والناس القدام بدار داركم، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه والحضور ديالكم. كنشكر الناس ديال داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، كنهديكم هذا العصير من كل قلبي وكنشكركم، والله يجازيكم بالخير والى اللقاء.
الفيديو القادم إن شاء الله.